مرحبا، معكم ميك اب ارتست جمان السالم with my beautiful model ريم السيف. اليوم ان شاء الله رح نعلمكم خطوات كيف تعمل الاي شادو. اللوك اللي رح اعمله كتير سمبل وكتير منكم رح تستفيدوا منه باللوكاتكم اليومية بالمناسبات. اسمه سبوتلايت. الايديا هي انه يكون تو مات كولرز وبالنص بيكون لون فيه لمعة شوي شيمر. ان شاء الله يعجبكم.